اختيار اخر. وئام وهاب، شارل جبور. شو هيك ليه ضحكت؟ بس ليه منقيين وئام؟ لا وئام وهاب. وئام؟ ليه؟ خي وئام وهاب ليش سألتني ليه منقيين وئام؟ بس بدي اعرف ليش سألتني؟ لأنه الاثنين صار مشاكل معهم. ايه وئام قال عنك الوجه البشع مرة، وصفك بالوجه البشع. وشال جبور بس أنا قلت له، طلعت قلت يا جماعة طلعوا هذا وجه بشع. وشال جبور اتهمته أنه مس بالذات الإلهية لما قال غصب عن الله وقتها بحديث صحفي. فشو لك هلأ إذا بتقلي ملاحظات؟ يعني أنا بالنسبة لي شارل جبور مسؤول حزبي وخارج يعني ما بفوكس عليه، بس إنه وئام لأنه حليف لجماعتنا. ممكن هلأ أنا سمي لك 100 ملاحظة بالسياسة، 100، بس بالشخصي الزلم اعتذر، أنا فت عبيته. يعني أنا رجع صار اتصال وراء اعتذر أنا جديد وبهاي الاستديو. كان اعتذار وجداني إذا بدك، بس مجرد أنا فت لعنده على البيت أكلت هيك لقمة لبنة وزعتر خلص. يعني صار شارل ما فت على البيت لعنده؟ لا ما بعرف إذا بيعزم. إذا عزمك بتروح؟ هلأ لا. ليه؟ يا أخي أنا محسوب على يعني على ما بعرف هلأ. لا إذا شارل جبور هلأ اتصل فيك قال لك دكتور حبيب أنا عزمك لعندي على العشاء، ساعتها بعمل شيء تاني. شو هو؟ بقول له أنا عازمك بمطعم الساحة وتفضل ومنقعد هناك. طيب ليه ما بدك تفوت عبيته؟ مش عبيته يعني إذا عزمك عبيته ليه ما بدك تفوت عبيته؟ هلا هاي ما حتصير. طيب إذا صارت؟ ساعتها بلحظتها بشوف إنه شو المناسبة، ليش، شو بدنا نحكي، شو بدنا نعمل. ماشي هيك يعني أنا بخاف من شغلي وحدي بس، إنه المحظور الوحيد إنه أنا مزبوط مش بالحزب، بس بخاف بعدين تاني يوم بالإعلام ينقال إنه والله التواصل بين مفرد الحزب والقوات مفرد حزب الله عند القوات وإنه في حوار وإنه عم يرتبوا. بس هاي الموضوع من اللي كمان اختيار. سلاح المقاومة، سلاح الجيش اللبناني. أنا برأيي ما بيختلفوا عن بعض. ما فيك عن جد، ما فيك إلا ما بيختلف. لك أنا بحب الجيش. إيه أنا بعتبر الجيش. اليوم إذا خيروك إنه لازم يكون في سلاح واحد بالبلد، هو يا سلاح الجيش يا سلاح المقاومة. طوني لألك هلأ حقلك حاختار، بس قبل خليني أقلك شيء، إنه أنا بعتبر الضمانة الوحيدة لبقاء لبنان هني شغلتين. هلأ هو الشغلتين إذا بتقيمن على جنب ما في لبنان، يعني ولا مش بس ما في لبنان، ما في شيء بلبنان بيعني لي خارج هو الشغلتين. الشغلة الأولى المقاومة لتحمي لبنان من الخارج، والجيش ليحمي لبنان بالداخل من الفوضى.